أشرف بن شرقي يعني صعد النجم ديالو في الإمارات، ودابا راه مبلبلها في الإمارات وطالع ليهم الدم. الناس ديال مصر قالوا له ودي ضعنا في هذا السيد هذا، فتيشوف واش يدير في الإمارات خدام. تبارك الله، ما كاين غير الأهداف، ما كاين غير مباريات حاسمة تيحسمها. ودابا راه ولا تيتخلص تقريبا واحد ثلاثة المليار في العام، الثمن اللي غالي على الوداد بطبيعة الحال إلا بغا ترجعو، ولكن غالي كذلك حتى على المصريين. شتي المصريين كاع هما تيبيعو بهذا الثمن، تيشريوش هما بهذا الثمن بطبيعة. هما ما تيفوتوش مليار، مليار ونص، جاهم 3 المليار غالية، وماشي 3 مليار في العام، يعني الثمن اللي دار هو. قال لهم ودي انا نقص لكم شوية، داد من شرقي هذا حتى هو ما عندك ما يتسالو، نقص لهم. قال لهم ودي انا نقص لكم واحد 500 ألف دولار إلا بغيتو تديوني صحاب الناس ديال سميتو ديال مصر، ولكن باقي عليهم غالي، باقي جاهم غالي. نقرا لكم المقال اللي تكتب عليه. قال يواصل الدولي المغربي اشرف بن شرقي اثاره الجدل في جمهوريه مصر العربيه. وفي هذا الصدد اكد شوبير اللاعب رحب بالعوده للزمالك والتنازل عن 500 ألف دولار. داكشي اللي قلت لكم بانه قال لهم ودي ماشي مشكل لو بغيتو تردوني، ولا اني راه متنازل لكم، ماشي مشكل. 500 ألف دولار، 500 مليون نقص عليكم الى بغيتو نرجع. واضاف احمد شوبير الى ان التساؤل الذي يطرح نفسه هو هل يتناسب هذا المبلغ مع امكانيات الزمالك الماليه في الوقت الحالي. بطبيعه الحال لا، غالي عليكم، غالي عليكم. شوفوا شي واحد اخر داخل ليه اخر، اش بغيت نقص ليهم اخر 500 مليون؟ لاش وديرها في جيبك اخو، ودير لها فيرمون تجي للمغرب اخو، اللهم ياكل اولاد البلاد. ويتقاضى بن شرقي سنويا مع فريق الجزيرة الإماراتي ما قيمته 3 ملايير سنتيم. 3 المليار في العام، نعم سيدي، مليار تنطح مليار. بصحة وراحة أخو بن شرقي، بصحة وراحة، تستاهل كل الخير. وهو ما يصعب قدومه إلى الوداد. هذه بطبيعة الحال هذه مليار في المية، هذيك 3 المليار هي تيخسر الوداد في العام، بل حتى الزمالك، يعني حتى الزمالك كاع اللي عنده الفلوس وراه غالية عليه، ما بقى غير الوداد. إيوا ولله الله، راه هادشي باش نقولو راه خاص دي سبونسور الفروق، خاص دي سبونسور الفروق. ولاني عاوتاني يجيو دي سبونسور يبداو يمولو الفروق، يخرجوا لهم شي وحدين يقولو لهم اه حكا راه شد القد والقد، راه شد كذا، ادخلوا شي فلوس، راه داروا شي حاجه، دخلوا واحد الحكم من ما عرفت، والله ما نعرف. عندنا حنا شي فرانات يا لطيف في المغرب ما شاء الله، صافي شي وحدين ما تيربحو ما تيخليو لي يربح. وتوصل الدولي المغربي في الآونة الأخيرة بعروض عديدة من الخليج العربي ومن أندية مصرية ترغب في انتدابه في الميركاتو الصيفي. على ذكر هذه القضية دي اللي بحال قلت ديال سميتو، والله إلا كاينين شي وحدين ما شاء الله وصافي، والله العظيم ما شاء الله صافي، تنبقى أنا تنتعجب بعض المرات في شي عقليات عندنا في المغرب للأسف الشديد. تنتمنى على أنها تطور إن عزيز عليها تخلق ضجة من لا شيء. علاش لي فقط؟ لأن ما وصلت هي داكشي اللي بغات تخرب مثلا وبغات ترون، ولكن فاش ما تيوصلهاش داكشي اللي بغات ما توصلش، تتولي تخدم، تبي تخدم القانون لصالحها، رغم أنها عارفة بأن راهم ما كانش عليهم الحق، تيولي تيلعبوا في تيديروا في الماء العكير. وهادشي راه عانات منه الوداد، عانات منه الرجاء، عانى منه الفاتح، عانات منه الكوكب. حاليا راه هادشي مناش تتعاني الكوكب، هادشي مناش تتعاني الكوكب، وهادشي مناش تعانيو بزاف ديال الجمعيات اللي تيخدمو وبغاو يخدمو وتيديرو شي انجاز وتيبخسو عليهم هكاك فابور بواحد الطريقة اللي للأسف الشديد ما يمكن نقولو عليها إلا بأنها نقطتين. السلام عليكم ورحمة الله.